تليفونهم 55 351 979. ميرسي بوكو مدام وفاء، خليك بعدين باش نشوفوا مع بعضنا سيدتي والفيديو اللي برشا دار. دونك خلينا نشوفوا الفيديو ونرجع. مثلا يجي واحد يحب يمس بلاصه من بدنكم، شو تقولوا له؟ تعيط تقولوا ليه وتهرب وتمشي لماما وتقولها يا ماما راه صار لي هكا هكا هكا. كي تبدا عبد تعرفه بالباهي 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 وعندك ثقه فيه وتراه كل يوم ويقول لك ايجا وريني بلاصه من بدنك وشوف بلاصه من بدني، شو تقول له؟ فما راجل كي يخرج الصغائر ولا هكا ياخذ الصغار يبدا يقول لهم كي تمشي للدار ابعث هكا يبدا يحكي معاهم ويقول لهم كي تدخل كي تمشوا للدار ابدا هكا ابدا وابعثوا لي في صور هما يبعثوا لي ويستيو يهبطوا مو معايا. ريتو فما برشا عبيد اشرار قاعدين نعيشوا معاهم. الشرير ما لازمش يكون وجهه خايب كيما في الكوميكيت ولا وجهه يخوف، نجم يكون انسان محليه. الانسان الكبير هذا شكون انت تعرفه؟ باهي يقول لك عندك ثقه فيا ولا تقول وي عندي ثقه فيك خاطر انت تعرفه هكا ولا يقول لك باهي انا باش نطلب منك حاجه بركه نسيش توريني الحاجه ذيك في بدنك، شو تقول له انت؟ لا ياك تعرفه انت وعندك ثقه فيه. قل وي انتم قاعدين تكبروا وبدنكم يكبر معاكم، كل مره تكتشفوا حاجات في بدنكم قاعده تكبر قاعده تتبدل. كلنا نعرف انه جسمي انا هو مو جسم نور مو جسم مهدي مو جسم وسام، كل واحد عنده جسم مختلف على الاخر، كل واحد عنده جسم خاص خاص بيه. الجسم هذا لازمنا نستحفظوا عليه ونحميوه خاطره امانه امانه، نستحفظوا عليها وما نخليو حتى حد يشوفها، ما نخليو حتى حد يمسها، ما نخليو حتى حد يتعدى عليها. كان صارت الحاجه من حاجات هذوما الاربعه تمشي جريه تشكي لامك وتحكي لها كل شيء. كان حتى تخاف انها تعاقبك ما يسالش العقاب نتاع امك باش يكون خير من انك تسكت وتخلي العباد تعتدي على جسمك. كي انت تسكت ما تقول هو يقول لك انا نبقى نقول انا نبقى نعمل في هذيك الحاجه هذيك على خاطر هو انا شنيا خاصه نبقى نعمل له فيها وهو اصلا ماهوش باش يشكي انا شنيا خاصه. صحيح هذاك علاش لازمك تشكي ولازمك تتكلم تشكي بيه حتى كنت تعرف الانسان هذاك راهو ينجم يضربك كان شكيت بيه ما يصيرش اشكي بيه وتأمك وبوك يحميوك منه. فما اجزاء في بدنك ممنوع منعا باتن اي انسان يشوفها. انتم تعرفوا الاجزاء هذه شنو؟ زي امك كان امك. انت كي تسكت معناتها ماكش تحمي في روحك وماكش تحمي في العباد الصغار الاخرين، خاطر الانسان الكبير هذاك ينجم يكون يعمل في نفس الحاجه خايبه مع صغار اخرين. جي يطلب منكم واحد يقول لك ابعث لي تصويره بلاصه من بلايص في بدنك راي تبقى عندي وبيناتنا وما تخافش عليها وراي امانه. صدقوه. قل له دويو انا توا نعرف اني ساتي حكيت لي وعاتني وقالت لي شنو الصحيح وشنو الغلط والحاجه هذه غلطه وهاني باش نشكي بيك لماما وتمشي الجريه تشكي بيه لامك. كان ما نجمتش تحكي لامك ولا بوك اليوم يجا احكي لي غدوه. البيبان نتاعي محلوله باش نسمعكم وما تخافوش انا ناخذ لكم حقكم بيديا. بدني خاص بيا. كان انا عندي الحق بيا. كان انا عندي الحق بيا. كان انا عندي الحق. دونك هذا الفيديو اللي دار برشا بعد الواقعه اللي صارت للاسف في تونس وحكايه التحرش هذايا بالصغيرات. دونك سيدتي الفكره جاتك بعد ما صارت الحادثه والا ديجا انت عندك دي فيديو قبل وانت ديجا هكا مع تلامذتك؟ انا ديجا من قبل هكاك ديجا عندي فيديو اخرى كيما هذه بس كيفها جوست مع قسم اخر مع نيفو اخر عم ناول عملي ولا سيتي اون 2022 دونك اي فوالا اول عام. انا ديما يعني انا حتى في الفورماسيون نتاعي قريت شويه ادوكاسيون سيكسويل وقريت شويه كيفاش لازم نقريوها للصغار كيفاش لازم الصغار يعرفوها من عمر صغير. دونك قلت هي مش موجوده في تونس فهمت ما قاعدين نحاولوا تدخل في البرنامج المدرسي. دونك علاش انا ما نخش نسرقش درايجين ربيع ساعه؟ كيف جاتك الجرأه لهنا معناها؟ هل هي جات صدفه والا انت قلت انا اليوم باش ندخل نقريت لامدا كذا ونشوف الرياكسيون؟ انا قبل صدفه
المره اللي فاتت لولا. المره الاولى صدفه وصدفه به يعني انا استغليت الصدفه هذيك باش نحكي في الموضوع خاطر عندي برشا نحب نحكي فيه ما لقيتش الفرصه. من المره هذه اللي بعد الحادثه اللي صارت الكلنا لحمنا قشعر الكلنا معناتها ما حملتش انا واحده من الناس دونك قلت عشبيني سنة ما عملتهاش خلينا نعملها خلينا نحكي مع تلامذتي لي دو كلاس حكيت معاهم ديجا ولي دو كلاس صورتهم لي دو كلاس صورت لي رياكسيون نتاعهم وجي في اكسبري اني نبارطاجي جوست من الغدوه نتاع الحادثه على خاطر الناس الكل خايفين على اولادهم ومش عارفين كيفاش يجبدوا الموضوع مع اولادهم دونك قلت خليني انا نعطيك الكود بوست لكل بارون لكل لكل واحد عنده صغير في الدار ولا لكل معلم حتى اللي ما تجرأش يحكي مع صغير وصغير عنده التليفون وباش يشوفك ولا ولا صغير كي باش يرى الفيديو باش يتعلم تخش عليه نعلم في الصغير اللي يسمع فيا في الفيديو فهمت كيفاش كانت الرياكسيون تاع تلامذتك مدام من الاول اول ما بديت نحكي لهم هم خاطر تاع سنه تحكي حتى تاع عمي والمسيح اي نفس الرياكسيون ديجا اول ما بديت نحكي لهم كان يعمل هكا عرفت انا قلت بشيش تنحي دبشك قدام عبد كبير بعد يعمل هكا عرفت يغزروا بعضهم ويضحكوا وانا ما نساش قلت سبحان الله بالكش اول مره يجي عبد يحكي معاهم هكاك بشويه بشويه بديت ندخل لهم بشويه واحده واحده ما حكيتش كلام ما يلزموش تحكي ما جبتش دي فوكابولير ما يلزموش تحكيو في عمرهم فيلغير حكيت حاجات كيما سمعتوا معناتها في الدوش ما لازمكش فما حاجات اخرين ما حطيتهمش خاطر دي ديتاي فهمت اي واحد ينجم يحكيهم اوترومون مع ولده ولا مع تلامذته اما كيكا مثلا ما تخليش عبد يعطيك كعبه حلوه وتمشي معاه وراه ينجم يعمل حاجات طيبة فهمت باغ اكزومبل فما اللي فوالا فما اللي سالوني قالوا لي سيرة واحنا ديما في الصيف نبيتوا بحذا بعضنا الكلنا احنا ولاد خوالي وهم على نيتهم فهمت انا لهنا تيان قلت به اوكي بيتوا بحذا بعضكم احنا الكلنا ذي بتنا بحذا بعضنا بنات ولاد العم وولاد الخال وكل ما لازم علق لي لو انت بيت مع ولاد خالك ولاد عمك تبدا تعرف كان واحد عمل هكا تعملوا هكا صحيح فهمت دونك انا حبيت نوصل هذيك حبيت نوريهم شنو هو الغلط وشنو هو الصحيح خاطر ما يعرفوش الحاجه هذيك غلط فما شكون قاعده تصير له وركزت برشا على انه الحاجه هذه تنجم تصير لك من عند عبد تعرفه ياسر ركزت عليها برشا مرات كل يغزروا لي يقول لي بهتو كيفاش عبد فما شكون اللي عمرها ما صارت فيه فما شكون اكيد فما شكون صارت له فهمت دونك كل اللي يقول لك كيفاش عبد قريب وعبد الراه ديما هي قطعه فما عبيد اشرار لكن وجوههم ماهيش كيما في الكوميكيت فهمت دونك حاولت نوريهم الغلط من الصحيح قبل ما اني نوصل نوعيهم باه باش نحكيو احنا كيفاش نجموا كمعلمين وكاطار واللي تحب انت وحتى كدي بارون كيفاش لازمنا نحكيو مع صغيراتنا ولكن برشا عباد يقول لك جيل توا يستنى فيك انت باش تحكي له انا الحاجه الاولى اللي خلتني نعمل فيديو مع الصغار هي الجمله هذه خاطر انا جاتني دو ما صارت الحادثه نحكي انا وبرشا عباد وكل فما برشا نلقى رده الفعل نتاعهم غريبه يقول لك يا اخي توا صغار 12 سنه يعرفوا الدنيا الكل وشافوا كل شيء ويقريونا ويعلمونا ويقولوا الكلام اللي احنا ما نعرفوش ويتحرشوا اصلا فهمت الصغار اللي عمرهم 12 ما هم ماهمش كونسيون اللي ذكروا الي ان انفون دونك مازال ما وصلش 18 حتى 18 انا ساعات فما عباد عمرهم 18 مازال ما نجمش يختار الصحيح من الغلط دونك مادام مازال ما وعاش حتى حد مادام مازال ما كبر في مجتمع ما يعرفش كبر في وسط عمل له هكا مش يحكي معاه مش منفتح عليه فهمت دونك سي نورمال شو اللي اكتشف وحده يولي يدخل وحده الكيوريوزيتي يولي يغلط يولي بعد تحاسبوا على الغلطه وانت ما قلتلوش قبل هذه المشكله دونك هو صغير يغلط اي هو غلط لكن مش هو اللي الظالم هو الضحيه هو الضحيه اللي غلطت غلط في الضحيه ما نجموش نلوموا عليها لازم نوعيوها ونحاولوا نحميوها دو غينا فهمش ما عادش يعاود يغلط باهي باش نحكي معاك احنا كيفاش ممكن المعلمين ولا كيفاش من خلالك انت كمعلمه ممكن ناخذوها فكره وحتى على الحادثه اللي صارت ماشي الحادثه الاولى اللي صارت في تونس ومش بشكون الاخره صارت قبل وكل مره تصير فوف عادي وبعد ما يصير حتى شيء سانسيغمون قال لك لي بارون ما نحكيوش في حكايات هكا مع صغارنا ودرا شنو سوس مع بناتك كيفاش تتصرف كيفاش حكيت كي بداو يكبروا ولا حتى هما صغار انا والله ما عرفتش مسؤوليه زاده اللي شفته في العوام الاخرانيه سورتو من بعد الثوره وارجع لتالي لي ديبا اللي قاعدين نسمع كان نحس في روحي جيت من بلاد اخرى ولا تربيت في بلايص اخرى خاطر انا مماتي حكيت مع امي وامي حكيت معايا كيفاش حكيت معاك مثلا يمكن خاطر بنات ما نعرفش بالك
حكيت معايا ما اول ما تخرج للشارع معناها ما تولي تهز ساكك وتمشي تقرا وحدك ولا تروح من الليسي وحدك توسكي حرابش من قبل معناها يعطيكش حلوه راهي ماهيش حلوه هذيك حربوش يدوخ يهزك يجيك شي منتالي يحط لك شي يقول لك شم الريحه هذه راه تنجم يدوخك يعمل لك حاجه حتى في الافلام نراوها في الافلام كنا يمكن زاده الحاجه اللي كنا كانت انا جيت من جيل كلنا نتفرجوا في التلفزه مع بعضنا اي يعني المسلسلات اللي كنا نتاع الكبار واللي مش موجهه للطفل انت جاك تبدا تتفرج ماماتك تبدا تعلق يكبيم وهاكا مشي لا ياما يعطيك علاش مشيت ملغتي مش ظاهر باش يضرك هذاك ديجا انت قاعده تحضر في درس تتفرج في فيلم وتتعلم كل معلومه تقري هالغلبه هذه نتاع كل واحد في بيته كل واحد في عالمه كل واحد لهنا كل واحد يفهم بطريقته توا هو يعرف ما انا نراها مصيبه كارثه كارثة أنك تقول توا مش مستحق لي باش يعرف معناتها قاعد يعرف في هذاك الكل وحده وينسج وحده ويطرز وحده ويقيس ويفصل وحده والغلط وحده وحده معناتها كما قالت هي يولي وقتها وين يولي الأولاد هذوما استدرجوا الجاني هو الضحية وكيفاش باش تصلح من بعد أي بالفيسبوك راهو يحكي مع الصغير هذوما يشد عليهم في تصور وبعد التصوير تولي فيديو بعد فيديو تولي أكبر هوني نحكيو على عبد كبير نعرف فما نفس الحادثة تصير مع زوج صغار يا لطيف راهي نفس الحادثة طفل صغير مازال تخلى العالم هذايا ومازال يكتشف ويعمل حاجات خايبه لطفل صغير يقرا الاولى ولا الثانيه ونعرفوا متاكده وصايرين وما نسمعوش بهم لا نسمعوا بهم وما نغطيو ولا فوالا اكزاكتومون نغطيو وما نحبوش نشوفوا صحي هذيك علاش قلت صغير وطاي يكبر وطاي ينسى اي وخليه نسامحوه اي والله فهمت هذيك علاش الموضوع لازمنا من تو نحلوه سي بون افتح الستار حتى نحكيوا عليه الستار كيفاش يلزموا يتفتح وشكون من المسؤولين على الستار هذا اللي يلزموا يتفتح نحب نحكي معك مدام وفي عندك صغيرات كيفاش تحكي معهم في حكايه كيما هكا مثلا هو صغير جينيرالمون ما يوصل خبي على والديه كان هو خايف ديجا من والديه وي لازم شوية يبدأ البارون سوبل باش كيف يصير له حاجة صغير يعاودها لوالديه فهمت؟ وي دونك الصغار هذوما اللي طاحوا يخبيوا عندهم ان بروبليم افيك لوغ بارون في الكوميونيكاسيون كوميونيكاسيون نرجعوا للكوتش؟ اه وي الكو كيفاش لازم يكون صريح وباهي مع صغار؟ شو هي مش حاجة سهلة راهو يسمعوا فينا دي بارون يقول لك ساهل باش تتكلم وانت سور لو تيران احنا عندنا صغيرات وعندنا دي زادوليسون ونعرفوا معناتها كيف ما قالت 18 ans مازالوا صغار راهو معناتها المخ ديجا ما يكمل واحد يبدا ديسيزيونيل ا 25 ans معناتها 18 ans مازال ادوليسون معناتها الحوار انا نحكيو ما يقبلوش راه تقول لك ليه نعرف ليه اما انت انسيست كل مره شويه كل مره سوجي كل مره رد بالتخويف والا بنصيحه ما هذه المشكله طريقه انا ملي امرهم بمخهم ملي كنت صغيره وما كنتش نخرج ما كانوش يسمعوا فيهم ما ربي يفضلهم لكن هذه ماما تقول لك في الصيف تروح في المغرب في الصيف والخاصة على العشيه راه نخرج في القايله قالوا لي اذا خرجت والخاصة على العشيه في الدار ويقول لك رد بالك جيزوزه يعطيوا لك محلوله مثلا رد بالك عبد تبعك زر له العطار كيحل خطوتين زايده انت اكبس الخطوه احنا مخافونا كم سفحنا بجماعه الكابو يضل هي صحيح وغلط راهو اللي نقول فيه راهو صحيح وغلط صحيح لازمنا نحكيو مع صغيراتنا سوكي شنو فما معنا انا بنتي نحكي لها معناتها البارح بركه قالت لي قدام الليسي ونورمال قلت لها عايش بنتي قدام الليسي الطفل اللي هزوه معناتها قدام الليسي معناتها ما ثماش حمايه وتصير وحاجات صارت في الليسي وفي بالنا بها وكل شيء حاجات اللي تمشي لمندوبيه الطفل ما تنعرف لي ماما اللي مشيو لمندوبيه حتى اللي مشيو للجورجيني يا لطيف ويحكي ويمشي وراه وتصير كيف ما قالت سيدتي من 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 من, من صغير لصغير معناتها نو با بيزوان باش تمشي حتى في الليسي صارت حادثه قتل معناها تصير معناها لطف يا ربي باوي الحوار 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 حتى وكان صغيرك ما يقبلش معناتها هنا نعرف عندي يحشموا بليتو مش انا ما نعرفش كوتش كان توافقني والا لا انه يظهر لي لو فيت انك تحكي معاه تقول له شو عايش ولدي هذا تليفون كان قال لك حد اخر حاجه اخرى ما تقول له لا راهو هذاك اسمه ديجا انك تحكي تطرح الموضوع وصغيرك يشوفك اللي انت ما تروح الموضوع في مخك فهمت وحتى لو كان انا يظهر لي غيان كو سيت كوميونيكاسيون لا هو تحملوا المسؤوليه خاطر احنا المصيبه يظهر لي اللي قعدت نشوف فيها حياتي الكل ومختلف الاطياف راه والمستويات ولا تقول لا ريف ولا عارفين ولا متعلم ولا مش متعلم ولا كل 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 تلقى اكل خبي 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 انا وانت نخبيه على خاطر عندنا منظومه اجتماعيه وعينين العباد وش باش يقولوا الجيران وش باش يقولوا العائله وش باش يقولوا وش باش يقولوا ما بالنسبه للطفل الصغير اكخبي هذيك بالنسبه لي سي بون
عنده فوفير حطها فوفير، هذيك حاجة عادية تتعمل. وقت اللي احنا ماشي في بالنا نستروا ليه وما تقولش في العائلة وإلا يحسبها أنا غلط دونك أنا نكمل في الغلط بويسكو، هذيك هي فاطمة أنا نقول للصغير تقول له باش تغلط كيما أنا توا كبيرة ونجم نغلط، أما راني كي تقول لي نجموا نصلحوا مع بعضنا صحيتك مش غلطه نوصلوا فيها باش تكبر كلكو سوا الغلطه انا معاك خليني نصيح خليني فما اللي يضربوا صغارهم يبداو متغش خلي اما انا ذاك نعبر على الغش بتاعي اما راني معاك فهمت علاش قلت انا معاك حتى كان امك تعاقبك راه العقاب نتاعها باش يكون خير من انه عبد يتعدى عليك خاطر ديجا تلقى العبد اللي قاعد يتعدى عليه يقول له كان تقول لامك راني والله تشوف شنو نعمل لك كان تقول بوك تشوف شنو نعمل لك والله تحكي الانسان الاخر شوف دونك سي بون عمل لك الكوش نتاع خوف ما عادش نجم يقول حتى الحكايه هذيك بالنسبه لي بينه وبين المعتدي كيفاش كيفاش نجموا ندخلوها بالسلاسه هذيا في المنظومة التعليمية مع المعلمين الكل على شلي باش نجموا نوصلوا الحاجات هذوما للصغيرات. أنا عملت با بالنسبة لي عملت با كبير وما تصلوش بيك ما نعرفش أنا وزارة التعليم وزارة المرأة ما نعرفش ما تصلوش بيك لاستشارة أو هكا تفكير في في آليات ولا حاجات هكا برامج لتوعية الصغار. سي سيغ هما عندهم برامج راهو نتاع البرامج ما طرحوش عليكم حاجة. علاش في البرنامج المدرسي ما عندهم حتى ما عندهمش بقعة حتى بلاصة البرنامج. ايديوكاسيون فيك حسن نشوف. هو احنا نحكيو على هو برشا نلقى برشا زاد قالوا لي انا حاولت نقرا لي كومونتير ما نجمتش الكل. فما شكون قال انت تبا لو دغوا باش تحكي على الموضوع هذا في وسط القسم، انت راك معلمة ومهمتك انك تقري كهو. انت مربية. مربية انا مربيه مربيه حيت انا مربيه ومثالش انا مني انا عندي البروجرام بين يدي مني انا نعرف شو نعمل كان سرقت ربع ساعه ولا اربع دراج من نهار هذاك انا التلميذ باش نفيدو اكثر من الدرس اللي باش نقريه له ديجا باش نتعلم فيه في درس في الحياه مش انا نجم كان ما قريتهولوش انا وقتها ما عادش يسمعوا الجمله